إذن أيها الإخوة المتابعون، أينما كنتم، هذه انطلاقة شوطنا 23 ضمن انطلاقات وتحديات هذا اليوم. نتواصل مع حضراتكم مع تواصل أشواطنا، وهذا هو شوطنا 23 ضمن الأشواط المغرر لها في هذا اليوم. هذه الانطلاقات 25 شوطا، وهذا هو 23. نتمنى التوفيق للجميع. نبدأ ونتعرف وإياكم على صدارة هذا الشوط. المقدمة والصدارة هنا مع الفايزة، تعود ملكية الفايزة لراشد بن حزام بن راشد الزعبي مع المركز الأول، ولكن دخول من الجانب الأيمن وتدخل في هذه اللحظات غزة من تحتل المركز الأول في هذه اللحظات، وليد بن محمد بن إبراهيم السيد من يتواجد مع المركز الأول في هذه اللحظات. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني. شوفونا رغم اللي في المركز الثاني في هذه اللحظة من تحتل المركز الثاني، هنا الدخول والتسلل على المركز الثاني حملة رقم 61، هنا الدخول من سمحة عبيد بن حلوس بن ديبان العامري على المركز الثاني، غيرت إلى المركز الأول. أما المركز الثالث فالتواجد هنا من صعالة، تعود ملكية صعالة لمحمد بن مطر بن زايد بن جديد المنصوري، وعلى المركز الرابع تصل الفايزة لراشد بن حزام الزعبي، وعلى المركز الخامس دخول وتسلل. شوفوا الدخول في هذه اللحظات والتسلل في هذه اللحظة. من تتقدم هنا جواهر لسعيد بن محمد بن حمد بن لحول المري. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. نعود وإياكم إلى قيادة هذا الانطلاق والمركز الأول والمقدمة الأمور والتغيير. هناك مع سمحة عبيد بن حلوس بن ديبان العامري مع انطلاقة سمحة. يا سلام، الله، يا سلام على سمحة وعلى انطلاقاتها. يا سلام، هذه سمحة من تحتل المركز الأول. ونذكر وننوع على السادة كذلك الفائزين كما سبقوني زملائي أيضا المعلقين بالتنويه، وتنوع اللجنة المنظمة لسباقات الهجن بكل الأخوة الفائزين معنا بالمراكز الخمسة الأولى في الجوائز العينية استلام مطاياهم في المكان المخصص للفحص، وكذلك أيضا أخذ العينات، وأيضا جميع الأشواط الباقية الثلاث المراكز الأولى يتمنون من ملاكها الحضور للتواجد معها، وأيضا لإتاحة الفرصة للأشواط القادمة بإذن الله. نتمنى من الأخوان التساهل والتعاون كذلك مع اللجنة المنظمة لتساهل الأمور. على كل حال، نعود وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط الأمور والمقدمة. هناك مع سمحة عبيد بن حلوس بن ديبان العامري، عبيد بن حلوس بن ديبان العامري مع المركز الأول. المركز الثاني يصل هنا، تصل صعالة لمحمد بن مطر بن زايد بن جديد المنصوري. هنا صعالة، هنا حسب ما هو مدون عندنا صعالة. يا سلام، نتابع المركز الثالث، يصل شعار العطية. يا سلام، هنا شعار بالعطية يصل ويتدخل بقوة في هذه اللحظات مع السعدية. الله، سلالة عريقة السعدية مع خالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هذه السعدية تتواجد على المركز الثالث وغيرت، تريد التغيير إلى المركز الثاني. المركز الرابع وصلت هنا، تصل هنا، يصل شعار وليد بن إبراهيم السيد، ولكن هنا دخول وتغيير في هذه اللحظات من قبل الشحانية لسالم بن سعيد بن سالم بن سعيد الدعية، وعلى المركز الخامس وصلت على المركز الخامس العنود عبد الهادي بن علي بن عجلان البريص المري. يلا يا راعي العنود، يا سلام يا سلام يا سلام. هناك المقدمة والصدارة مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. القيادة والمقدمة والأمور هنا لا زالت مع سمحة مع المركز الأول، سمحة مع صدارة هذا الشوط. عبيد بن حلوس بن ديبان العامري مع سمحة
الله مع سمحة. الله شوفوا صعالة، صعالة وصلت، وصلت صعالة، رفع راية التهديد محمد بن مطر بن زايد بن جدي بن جديد المنصوري. الله، والمركز الثالث يصل شعار الدعية في هذه اللحظات، رفع راية التهديد أحد أبناء الشحانية مع الشحانية سالم بن سعيد بن سالم بن سليد الدعية، وهنا شعار العطية يتدخل بقوة ويغير إلى المركز الثاني مع السعدية. الله، إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، سمحة 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 مع المركز الأول، وسمح الله دروبش كما يقولون إخواني الزملاء المعلقين. الله، هذه سمحة تظفر بهذا الناموس وتحتل المركز الأول. تهانينا والناموس لمالك المركز الثاني. يصل ابن عجلان مع المركز الثاني وشعاره مع العنود عبد الهادي بن علي بن عجلان الرئيس المري المركز الثاني الثالث. وصلت على المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل، هنا العنود سالم بن فهد بن غراب المري. أما المركز الرابع، وصلت على المركز الرابع السعدية على المركز الرابع خالد بن محمد بن خالد العطية. المركز الخامس، وصلت على المركز الخامس صعالة لمحمد بن مطر بن زايد بن جديد المنصوري. تهانينا والناموس للجميع. 6:30 69 جزء من الثانية. تهانينا والناموس مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل لمالك سمحة من فازت معنا بهذا الشوط، عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري. يوم المركز الثاني يتصل العنود 6:32 35 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الهادي بن علي بن عجلان البريص المري. يوم المركز الثالث 6:33 15 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك العنود سالم بن فهد بن غراب المري.